من عطاء مستمر سخي لرياضة الهجن. هكذا أيها المتابعون الكرام مستمعين الأفاضل بن غنام الهاملي معاه ملول ليحلق بالنوماس وبالانتصار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا والنوماس لعلى هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما المركز الثاني فكان الوصول مع اندفاعات راهي وتحديات راهي حمدان بن محمد بن طماطم العفاري. ثالثا مشاهدين الكرام ثالث الأسماء نشاهد وإياكم في هذه اللحظات مع مخرجنا وأمامكم في الشاشة متابعينا الكرام للفائزين المتقدمين مع الخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط. وكان العنوان شعار أحمد بن محمد بن غنام الهامني من يقدم لنا هملول واندفاعة هملول.